معانا خبر خاص بأنه يشهد هذا الشهر العديد من الظواهر الفلكية التي يترقبها جميع هواة الفلك والمراقب للنجوم والكواكب. وحول أهم هذه الظواهر احنا معانا عبر الهاتف دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك وعلى كل المشاهدين، واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله. اهلا بحضرتك معانا. ناخد من حضرتك طبعا في البدايه فكره عن اهم هذه الظواهر. خلينا برضو نوضح تاني في البدايه كده للمشاهدين وكل المهتمين بالظواهر الفلكيه ان فتره الصيف واجازات الصيف تبقى يعني احسن فتره على مدار العام لرصد ومراقبه ومتابعه كل الظواهر الفلكيه لاسباب كثيره. ان على الاقل منها السماء صافيه، ما فيش سحب، ما فيش غيوم، طبعا الناس فاضيه، مفيش جامعات ولا مدارس، الناس في اجازات في مصايف، فده بيدي فرصه اكتر للسهر ومتابعه صفحة السماء بالليل. صحيح. احنا اهم ظاهره عندنا في شهر سبتمبر الا وهي الاعتدال الخريفي، ودي خلاص في خلال ايام هنلاقيها ليوم 23 سبتمبر، ودي ذروه فصل الخريف واللي فيها بيكون عدد ساعات الليل قد ساعات النهار. شهر سبتمبر واحد من الشهور اللي بتتميز باقترانات عديده لاجرام سماويه مع بعضها. طبعا الفتره اللي فاتت عدى كام اقتران، لكن كان اخرهم يوم 10، كان القمر مع نجم يولوكس اللي هو برج الجوزاء او التوأمان. عندنا القمر والسنبله، ده في برضه برج العذراء، ده واحد من المع نجوم برج العذراء. يوم 19 سبتمبر هيبقى في كوكب نبتون في مقابلة مع الشمس، دي برضو ظاهرة فلكية متميزة لكل اللي بيعملوا حسابات للفلك. 21 سبتمبر هيبقى القمر وأنتاريوس، أنتاريوس ده قلب العقرب، ده برضو من النجوم المتميزة. بالإضافة طبعا احنا قلنا الاعتدال الخريفي يوم 27 سبتمبر هيبقى فيه اقتران للقمر وزحل، لكن أهم حاجة ان عندنا يوم 29 سبتمبر هيكون في القمر بدر، وده واحد من اكبر او البدور العملاقه الاخير لهذا العام. وده بيسموه بدر الذره، لانه بيبقى موسم حظاظ الذره في نص الكره الارضيه الشمالي. نعم. بالنسبه للاعتدال الخريفي ده عندنا في نص الكره الشمالي، في نص الجنوبي في الاعتدال الربيعي. طب يا دكتور، هل في توقيتات ومواعيد محددة لرؤية هذه الظواهر؟ معظم الظواهر دي يعني بتبدأ كده من بعد غروب الشمس شوية أو مع دخول الليل، ومعظمها بيكون متواجد لحد قبل شروق الشمس صباح ثاني يوم. طب السؤال الأبرز يا دكتور، هل هذه الظواهر نقدر نشوفها بالعين المجردة، وهل ليها أي أضرار على الإنسان؟ سؤال مهم جدا جدا، واكدنا مع حضراتكم اكتر مره، كل الظواهر الفلكيه اللي بنشوفها وبنتابعها لا ليها ضرر على الانسان ولا عين الانسان، ولا ليها علاقه بما يحدث على سطح الارض من زلازل من اعاصير الى اخره. بالظبط. فقط الظواهر الوحيده اللي احنا بننصح المواطنين ما ينظروش بالعين المجرده ليها هي الظواهر المرتبطه بقرص الشمس، يعني اي اقتران مع الشمس او مرور مع الشمس أو كسوف للشمس، لأن طبعا النظر للشمس بالعين المجردة ممكن لا قدر الله يؤدي إلى العمى أو إصابة شبكية العين. ما دون ذلك بندعو كل المهتمين والمواطنين يستمتعوا بالظواهر دي. معظم الظواهر اللي قلنا عليها النهاردة ترى بالعين المجردة، لكن اللي معاه تلسكوب أو كاميرا أو نظارة معظمة هيقدر يشوف تفاصيل أكتر ويستمتع بيها أكتر. طب بخصوص الزلازل يا دكتور، يعني ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام اللي فاتت تغريدات كتير قوي بتقول إنه أو بتتوقع حدوث الزلازل في المنطقة، إيه رأي حضرتك في هذا الخبر وهذه التغريدات بالتحديد؟ يعني الكلام ده غير سليم، وإن كان موجود كان أولى بالدول اللي هي بتعاني من الزلازل، الدول المتقدمة زي اليابان زي أمريكا، كان استغلوا الكلام ده في التنبؤ بالزلازل وحماية مواطنينهم وبلادهم. الكلام ده طبعا بعيد تماما عن الصحه، لم يثبت حتى الان اي علاقه ما بين اقتران اجرام سماويه مع الارض وحدوث نشاط زلزالي. ما يتم اثارته على مواقع التواصل هو يعني ده مجرد تنجيم، وقد تصدف معاهم مره او لا تصدف، اخذوا بالاعتبار ان في زلازل بتحدث بشكل يومي على سطح الارض، ايضا ما لهاش علاقه بالتغيرات المناخيه. احنا في زلازل
بتحدث في نص الكرة الشمالي واحنا في الصيف. نعم. وفي نفس الوقت زلازل بتحدث في نص الكرة الجنوبي واحنا وعندهم فصل الشتاء. اذا ما لهاش علاقة لا بارتفاع درجات الحرارة ولا بالتغيرات المناخية، هي ايضا مرتبطة بعلاقات جيولوجية وتراكيب تكتونية وصدوع وحركات للقشرة الأرضية غير مرتبطة بما يحدث من تغيرات الطقس. طمنتنا يا دكتور، وربنا يعني يحافظ على بلدنا وكل البلدان. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك يا دكتور.